عاوديت عاوديت وصير مو بلاحظ بودي عدم ترشح رفيق مجعيد وإتاحة الفرصة له واش كيشوف راسو قادر على تسير جماعة المغرب؟ شكون اللي كيشوف راسو؟ أنا زعما واه شيك واه غادي تجري غادي تجري باغي سي بوتي من 12 سنة تسير ديال المجلس الإقليمي وتسير المجلس الإقليمي على ما أظن يعاق الجماعة ما يموازن مغاسية المواطن ما لا يشير الفرصة تخدمني الشاب ديال البرنامجينو ونشقي عازم وتأكد باللي غتسيغ الجماعة الناظور اك 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 يذن الناظور ام وقعت شي تعجبه يتسير المشترك وسقسم مش تسيغ المجلس الاقليمي اك الاعضاء مر اي قرار نكسيه نكسيه جماعة هو ان شاء الله يخسر نهار نهار تسيير الجماعة وندير القانون ندير تشين تشين كاعضاء ولكن يخسر المواطنين يخسر يسليق فنس باللي تربد اي مواطن دي الناظور قيد سياسه دي تنس مركا انسخ المرعق لنا الانسان قيد بادي الشارع مري يحتفظ خسن دي تنس ولي تدليل باللي قيد سياسه دي تنس قواد شي العضو اللي ظلمو الشيح ويغي سياسه مرغا نغيج العقلية متحضرة باللي نشين تندي تنغان خس الغيرة وذي سنخ سفرة وذي سنخ ولاث السارقة نخص تندي تنغتي دائما نظيفة نخص تندي تنغلي سيري الفوت نخص تندي يخص الساكنة مرة كات معاون وبالأخص يخص الرئيس للجماعة مين دي غيفكا أول خطوة اللي غيفكا هو تشادي بريد ولا التفاوي ولا الأحياء ولا الأرصفة ولا الجرادي يخص الإنسان كرئيس جماعة اللي يخدم خلي استثمار مني غتحرك تنديت هذيك مشاريع هاد ياري وداني هاجان تندين تنادا ليجن عدد المستثمرين خاصني يجن عدد المال الله يزيدهم انا كرئيس جماعه ونيت غيسن للمستقبل يخص المجهود الاولي غيد للسنه الاولى هذه حاول دي السيف المستثمرين هذا سمي وشفوس هما ديك المشاريع هما اولا اخدم ريولا ثانيا اتيري مداخيل الجماعه خدمني خمي غاكري لي مداخيل سني غتنتقد تقل المشاريع ولكن تنديت مروه تروج هي تقل مشاريعية شين عقل خلنا غا مشتو غاث اش عقب خلي اقتصاد السؤال اللي توقي لي خلي اقتصاد الناظور اش تيلو مش دائما تلومي المرحلة اللي تعيش الخون تنديت الناظور الركود الاقتصادي والتجاري تعيش دي الناظر السبب النس ليوذاني توقي سيار قبل النق سنين مين يوذاني توقي سيار توقي الناظور ليس الحركية التجارية بقوة منزل تهريب صحاب الخارج تغسكن العملة المسائل من غير التهريب تغتروج التنديد ونفكر شيء باللي دي سيجد الوقت الحدود تبلع الأزمة أتيري ذي العالم مرة هذا القسم هذا القسم تمنية في تسكن يودا الخارج أي وقع المشكلة تندين النظر نقدر إقليم النظر يتميز جميع النحوايج إزمارة ناس تنديد سياحية بامتياز غانغي دولار للمستوى غانغي بحورات نشش الجزمة باللي ربحار النظا أقصد يقابو يا وارب يا فوا جيدي المغرب يخصوي ثلاثة غانغي الفلاحة ثلاثة هي النحوايج الإنسان بعيد وهني يستغل القبر هذه للجدير الركود نواتيري تنديد دائما تروج السياحة ذي الفلاحة هو دوري قلب وطن النظوري وخقاش الغلط الأول هو يتحمل المسؤولية يوذني تغد سيان قبر النظر هادي اعوام وسنين وفكان شاب اللي غادي يسيج بس كني وطوكي ني ودين يعني لا لا الصور غاش حيشين سنة والصور عام انت تسمي ناس الدودي قال انسان ما لو فكا انسان كمسؤول ما لو فكا دي 20 سنة نيق 30 سنة دي قوان واسقان بقي السنة دي سيا نشكى رئيس جماعة نشدد فقد السياق مثل 6 سنين ولكن يخسر قرج البرنامج على المدى الطويل اقتصاديا واجتماعيا نشد حول وداني دغيا سنة او انايا هذا في الارضية واجب ودس غادو السويا الفطرانية من زما باش ما عطى الله وش العدو غازة قال غاز دواد الغلطي كين المسؤولين قديما يتوغانا من هنا 20 سنة خدش التوارب توغا 8 تتفن تيدغا الناظور الاقتصاد التهريب البني موجود 8 توغا الغفلة مش نقاس اذا صح التعبير ونفكر بولي ديسي جن وقت قد يوض الركود التجاري في سندين النار كي تبغى تراجع مريت واها نيغ صحاب الخارج واها نيغ التهريب واها هاك نهارك وشي بالله ولكن معي تبغى السجن
وتيلف نسجر غوابي غانا نسجر حورة في غانا الفيلحة تبارك الله زي الزدودي تار الدار الملوية معليك توان نسجر ثلاثة يد الحوايج الجدي الاقتصاد المبارع غادي هو ولكن شينا تنسقعد الاقتصاد من غانا داخلي هاكش الاشكالية الخذيني ولهذا الانسان يصير يفكر غزال في مستقبل على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد ولكن كل شيء متاح غانا غادي النار ما يجيش قال الارضيه كتديني ربحه غانا مارتشي كنحدو لك تلك المشاريع اذا ما جيش ني غانا كيما تنجيبو التهريب ني غنجا مريش ني غنجا خصنا جا المستقبل يجي غيدوني ثروه النفط ثروه ثروه